ففتحنا لك فتحا مبينا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وكل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فَتَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. صدق الله العظيم. بعد أن بيّن سياق سورة الحج مشاهد أحوال المشركين ومشاهد أحوال المؤمنين في الدار الآخرة، دل بعد ذلك في سياق الآيات وأتى ليدل على عظمة حرمة البيت الحرام وجرم
ما كان يفعله هؤلاء المشركون من صدهم للمسلمين عن دخول البيت الحرام مكة المكرمة. قال الله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن الآية نزلت في أبي سفيان ابن حرب وأصحابه حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية عن المسجد الحرام. صدوهم عن إنهم يعتمروا وإنهم يذبحوا الهدي وينحروا الهدي، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قتاله، وكان النبي عليه الصلاة والسلام محرما بالعمرة هو والصحابة الكرام. ثم صالحوا، يعني صالحته قريش، على أن يعود في العام المقبل. وفي تفصيل القصة هنقولها ولكن بعد قليل. وده نموذج جاء به سياق سورة الحج من الأفعال المجرمة التي كان يقوم بها أهل الشرك تجاه المسجد الحرام وتجاه العباد الذين يقصدون المسجد الحرام للتعبد لله سبحانه وتعالى. فبعد ما سياق آيات سورة الحج عرفتنا إنه كثير من الناس من أهل السجود لله، وكثير من الناس حق عليهم العذاب، وبعد كده بعد هذا الفصل اتجه سياق سورة الحج للتأكيد على قضية الخصمان اللي هم أهل التوحيد المسلمين والمشركين، هذان خصمان اختصموا في ربه. وبعديها أتى بمشاهد تعذيب هؤلاء المشركين، كأنه السياق ده انفصل من الواقع، نقلنا من الواقع اللي كان عايش فيه المسلمين إلى الدار الآخرة في مشهد غيبي إحنا لسه ما شفناهوش، لكن أتى بهذا الغيب حاضرا بترسمه كلمات القرآن الكريم مشهد تعذيب المشركين في الدار الآخرة، وجاء بعدها بمشهد نعيم المؤمنين في الجنة، وختم بأن أهل الإيمان هدوا إلى صراط الحميد، وبعدين جاب قوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. عشان يقول لك المشهد العذاب السابق ده اللي ذكرته سياق سورة الحج يستحقوه عن جدارة، ما هي ده فعل من ضمن أفعالهم الشنيعة والشديدة. عظمة البيت الحرام معلومة عند العرب، ولابد من صيانة البيت الحرام عن القتال والاقتتال، صيانة البيت الحرام لأن دي أحكام خاصة بالبيت الحرام طوال العام، والعرب تعرف ذلك وقريش تعلم ذلك جيدا، لكنهم مع كده منعوا وصدوا المؤمنين عن إنهم يدخلوا المسجد الحرام. فنزلت في هؤلاء المشركين اللي أصروا على كفرهم بما أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، واستمروا على منع المسلمين من القيام بأداء شعائر الله سبحانه وتعالى، ويحرموهم بقى من زيارة البيت الحرام كما فعلوا في عام الحديبية. هو فعل المشركين على فكرة متكرر، لكن كانت أعظم مرة هم عملوا فيها كده كانت عام الحديبية، لكن هم منعوا قبل كده كتير، منعوا المسلمين كتير جدا. ولذلك ويصدون، جاي الفعل المضارع وعطف المضارع على الماضي اللي هي كفروا، عشان يقول لك انه كانت افعالهم دي متكررة تجاه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والمسلمين. الله تعالى قد جعل البيت الحرام منطقة امان ومنطقة سلام، اولم نمكن لهم حرما آمنا. الحرم المكي ده وحدة اطمئنان ليه احكام خاصة بيه سنتناولها ان شاء الله، لكن وكمان الناس بتدخله وتبقى على حد سواء،
اللي مقيم هناك مطمئن، واللي بيجي لهم بيكون لابد أن يكون مطمئنا آمنا. عشان كده هذه الآية فيها تشنيع على الكافرين الذين كانوا يصدون المؤمنين عن زيارة البيت الحرام. صدهم عنه عن البيت الحرام هو الذي حقق لهم عذاب النار. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لقد كان صد المشركين للمسلمين عن زيارة البيت الحرام ومنعهم للمسلمين ولسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمروا وغيره من أفعالهم الكثيرة اللي عملوها هو الذي حقق لهم عذاب النار، اللي سياق سورة الحج أشار إليه قبلا بمشهد توصيفي مفجع لحال المشركين في الدار الآخرة في نار جهنم. كما إن حقق الله تعالى الاهتداء للمؤمنين إليه، وكان لهم صراط الحميد، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، اهتدوا إلى طريق الله الحميد، وأضحى لهم بذلك نعيم الجنة. قال تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. هو الحرم الآمن سواء للمقيم بمكة فيه وحتى للقادم عليه، هو البيت الحرام اللي بيستوي فيه عباد الله تعالى، لا يمنع قاصده أبدا ولا يصد عنه أبدا ولا يملكه أحد منهم ولا من غيرهم ولا يمتاز فيه أحد منهم. الله تعالى يقول: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. وهذا تشريف للبيت الحرام وتعظيم لمكانة البيت الحرام وتأكيد على أمان المقيم في البيت الحرام وتأكيد على أمان للقادم كذلك عليه. والمسجد الحرام، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. العاكف من العكوف، يعني المقيم في المسجد الحرام الملازم له. عكف فلان على الشيء إذا لازمه ولم يفارقه، عكف فلان على الشيء إذا لازمه ولم يفارقه. والباد اللي هي مذكورة في نص الآية الكريمة، يعني الباد هي مقصود بها هنا الطارئ اللي بيجي على المسجد الحرام، بيجي للمسجد الحرام من مكان آخر. وأصل الكلمة جاية من أهل البادية اللي جايين من البوادي اللي بيسكنوا المضارب والخيام، وبطبيعتهم ينتقلوا من مكان إلى آخر. هو المقصود وكل من يأتي إلى المسجد الحرام. قال تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. جعل الله تعالى البيت الحرام للناس مسجدا للعبادة، يصلوا فيه ويطوفوا ويعظمونه، ويستوي تحت سقفه من كان مقيما في جواره.
ويستوي تحت سقفه المقيم في جواره والملازم للتردد عليه. وكمان اللي بيزور المسجد الحرام من أهل البوادي أو من أهل البلاد الأخرى غير مكة المكرمة. الله يقول: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وربنا علمنا وعلمه فليعبدوا رب هذا البيت. صدق الله العظيم. ألقاكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك الله. اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله تعالى يقول: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وقال سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت. لكن المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين عن أداء نسك العمرة المنشودة عام الحديبية. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عايز يقر حق المسلمين في القيام بأداء العبادة في المسجد الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفهم المشركين أن المسجد الحرام مش ملكهم ولا يجوز لهم السيطرة عليه، فيمنعوا بقى بمزاجهم ويصدوا عن المسجد الحرام من يقصده بالزيارة. لذا أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة هو وصحابته. والإحرام في حد ذاته دليل على رغبة النبي عليه الصلاة والسلام في السلم، وعلى الرغبة في نسيان الخصومات، ومحاولة من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام على تلطيف وتهدئة الأوضاع بين قريش وبين المسلمين فيتهدأ الأجواء بينهم. لكن المشركين كان ليهم يعني هدف تاني، وكان كل هدفهم إن المسلمين ما يدخلوش مكة. هم مش عايزين المسلمين يدخلوا مكة، رغم إن النبي عليه الصلاة والسلام لم أراد العمرة أشاع خبر إنه لا يريد قتالا إنما يريد زيارة البيت الحرام. يعني هو يقصد مكة للاعتمار، لزيارة البيت الحرام، وليس للحرب أو القتال. والدليل إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني ساق الهدي أمامه، الهدي الذي سيذبح ليطعم فقراء مكة. والعرب عارفة الهدي كويس وعارفة عظمة البيت. الهدي هو اسم الحيوان أو اسم للحيوان الذي يذبح بسم الله ويهدى للحرم. احنا بنقول ده بنذبح بسم الله والله أكبر، فهذا اسم للحيوان الذي يذبح لله ويهدى إلى الحرم يأكله فقراء الحرم.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام جاي محرم والصحابة والهدي مع النبي عليه الصلاة والسلام، وشايف وشايفين الهدي، يعني المحرم ده ما ينفعش يدخل في قتال وقت ولا اقتتال ولا منزعة ولا عنف ولا أي شيء. المحرم ده في سلام وداخل على واحة الأمن والسلام مكة المكرمة. لكن قريش عايزة تفهم كده؟ لا، هي مش عايزة تفهم كده، لأن قريش كانت تخشى جدا من دخول النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لمكة لأداء العمرة. ليه؟ لأنهم خايفين، هما بدأوا يحسوا إن النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين في المدينة المنورة بقى ليهم كيان سياسي قوي، وبقى ليهم وضع، وبقت القبائل بتأتي بقى، وبدأ يبقى في تواجد للمسلمين، بقت تشكل قوة، قوة خطر على قريش وعلى مكانة قريش اللي في ذلك الزمان. وفي حروب طاحنة بين الفريقين، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فبينهم بعد الجدال والنقاش عن ذات الله وصفاته وأفعاله تحول ده أو أصبح أثرا من آثاره النزال والقتال والحروب اللي كانت ما بينهم. يعني الوضع بين قريش وبين المسلمين مش مستقر ومش مضطرب. فلما يجي المسلمين وعلى رأسهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يريدون الاعتمار، دي قوة وجرأة شافتها قريش. عشان كده مش عايزين يسمحوا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا للصحابة الكرام إن هم يدخلوا مكة عشان مكانتهم قدام العرب. لقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ملبين لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. خرج المسلمون يتكبدون طريقا بعيدا حتى يصلوا إلى البيت العتيق مكة المكرمة. فلما أن وصل المسلمون لمنطقة بتسمى عسفان، منطقة مدينة، بلغ المسلمين أن قريشا خرجت على بكرة أبيها. ما هم عايزين يصدوا المسلمين والصحابة، يمنعوهم من دخول مكة، وهذا لا يجوز، من الأحكام الخاصة بالبيت الحرام هذا لا يجوز، والعرب تعرف ذلك من أيام سيدنا إبراهيم عليه السلام. بلغ المسلمين في منطقة عسفان بأن خرجت قريش على بكرة أبيها، أقسمت ألا يدخلها مسلم قط، يعني أقسموا ألا يدخل إلى مكة مسلم، هكذا أقسمت قريش. فسلك رجل من أسلم بالمسلمين طريقا آخر يأخذهم من مكة بعيدا عن قريش، يعني وده كان بناء على رغبة النبي عليه الصلاة والسلام، طلب إن حد يدلهم على طريق تاني ما يواجهوش فيه قريش. النبي عليه الصلاة والسلام محرم وداخل إلى واحة الأمن والأمان، بيت الرحمن، مكة المكرمة، فالنبي مش عايز نزاع ومش عايز مشاكسة ومش عايز قتال واقتتال وإسالة الدماء في بيت الله الحرام. فقال لهم ناخد طريق تاني، فدلهم رجل من أسلم على طريق آخر، لكن الطريق ده كان وعر، كان وعرا يعني صعبا شديدا، شق على المسلمين اجتيازه، كان صعب قوي إن هم يعبروه، حتى أفضى بهم الطريق إلى أرض سهلة عند منتهى الوادي ليهبطوا، ينزلوا عند الحديبية، نزلوا كده من جهة اليمين عند الحديبية. الحديبية أسفل مكة المكرمة. طبعا لم يخف على فرسان قريش ذلك، عرفوا، لأن أكيد هم ليهم عيون وهم عازمين إن المسلمين ما يدخلوش مكة المكرمة، لأن هم لو دخلوا مهابة قريش هتنتهي، ده في زعمهم وفي نظرهم. حتى النبي عليه الصلاة والسلام يعني حزن حزنا شديدا مما صنع، وقال يا ويح قريش، يا ويح قريش، لقد أكلتهم الحرب، ماذا عنهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب، إيه مشكلتهم والنبي جاي محرم هو والصحابة، فكيف يدخل حربا وهو على إحرامه، وكيف يأتي بحرب على بيت الله الحرام. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه تجاه مكة المكرمة، فإذا في المنطقة اللي وصلوا إليها دي عند الحديبية، فإذا بناقة الرسول صلى الله عليه وسلم تبرك لا تجاوز مكانها،
ناقه النبي عليه الصلاه والسلام بركت، قعدت يحركوا فيها يقوموها لا تقوم. دهش الناس وتعجبوا من امر ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا خلأت القصواء، خلأت القصواء، يعني بركت من غير علة، من غير سبب. فقال لهم النبي مصححا لهم صلى الله عليه وسلم، لأن دي ناقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، القصواء ناقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لهم ما خلأت القصواء وما هو لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عندما نزلوا جميعا في أسفل أو عند أسفل مكة عند الحديبية، نزل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء، والناس بدأت تقول لقد خلأت القصواء، بركت بدون سبب، نزلت بدون علة، ليه نزلت، ليه وقفت، بركت القصواء من غير سبب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلأت وما هو لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. اللي وقف الأفيلة التي جاءت لتهجم على البيت الحرام في عام الفيل، أبرهة لما جه وجاء إلى مكة المكرمة بجيش كبير من الأفيلة وحبست الأفيلة، بركت الأفيلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم اللي حبس الأفيلة حبس الناقة، إنها لا تجلس هكذا، هذه ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يمكثوا حيث انتهى بالناقة المسير، قال لهم أنتوا تقعدوا مكان ما وقفت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عرف أن ذلك من عند ربه. وقد توقفت الناقة عن المسير لأمر أخفي فيه الخير العظيم للجميع. والحقيقة إن قدوم النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة هو والصحابة كان أمر مفزع جدا لقريش، وقريش كانت قلقة جدا من سلطان المسلمين الذي أصبح قويا واللي بيزداد قوته يوم بعد يوم. لذا قريش أيضا أرادت ألا يكون هناك حربا، هي صحيح كانت أقسمت ألا يدخل المسلمون إلى مكة المكرمة، لكنها في نفس الوقت هي مش عايزة تواجه المسلمين لأنه كان هناك قتالا قبل ذلك. والحقيقة إن المسلمين كانت لهم قوة وكانت لهم يد شديدة على قريش، لذا بدأت قريش تبعت الوسطاء، تسير الوسطاء يفاوضون كما قالوا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال لك احنا نبعت الوسطاء فربما نصل مع هذا الرجل إلى حل في الورطة التي نحن فيها، قريش في ورطة، لأنه لو النبي دخل وهم صدوهم هيبقى قتال واقتتال عند المسجد الحرام، وهم يعلمون أن هذا جرم عظيم، لأن دي واحة أمن وسلام جعلها الله هكذا، وهي من الأماكن، وهي من أعظم الأماكن، وبها أول بيت وضع لله في الأرض، وضع للناس على الأرض يتجه إليه ليعبدوا الله سبحانه وتعالى.
وكل المفاوضين اللي قريش أو اللي أرسلتهم قريش جزموا لقريش بأن محمدا لم يأتي محاربا، إنما جاء زائرا للبيت معظما لحرمته. حتى إن أحد المفاوضين قال لقريش اللي هم اللي بتبعتهم قريش كده لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يتفاوضوا معاه يوصلوا الحل، بس أهم طلب عندهم ما يدخلوش مكة العام ده. فواحد من اللي بعتتهم قريش إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتوا لي يتفاوض معه، اسمه بديل بن ورقاء، قال: يا معشر قريش، إنكم تعجلون على محمد، إن محمدا لم يأتي للقتال، وإنما جاء زائرا للبيت. لما قال الكلام ده لقريش اتهمته قريش، ما عجبهمش الكلام اللي قاله بديل بن ورقاء. وقالت قريش: وإن جاء لا يريد قتالا فوالله لا يدخلها علينا عنوة أبدا ولا تحدث بذلك العرب. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لما أن ذكر بديل بن ورقاء لقريش وقال لهم: يا معشر قريش، إنكم تعجلون على محمد، إن محمدا لم يأتي لقتال وإنما جاء زائرا للبيت، واتهمته قريش وما عجبهمش ولم يرضوا بكلامه، برغم أنه ابن ورقاء كان رايح ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفاوضه في مسألة عدم القدوم إلى مكة المكرمة. وقالت قريش ساعتها: وإن جاء لا يريد قتالا فوالله لا يدخلها علينا عنوة أبدا ولا تحدث بذلك العرب. عشان كده قريش كانت قلقة جدا من دخول النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين إلى مكة المكرمة، لأن المرحلة دي كانت يعني في حالة من الاضطراب بين قريش وبين المسلمين، وكانت حروب وكانت أشياء كثيرة، وكان بدأ المسلمين ياخدوا بقى مكانة وسيط وسط القبائل العربية وفي شبه الجزيرة العربية. فلو دخل المسلمين على الحال ده إلى مكة المكرمة، ده هيهز مكانة قريش أمام سائر القبائل العربية. وفي نهاية المطاف تم الصلح، تم الصلح بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشروط مكحفة، لكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها ولاينهم، لاين قريش. كان ده أفضل عند النبي عليه الصلاة والسلام من اقتحام مكة، تعظيما لحرمة البيت الحرام الذي جعله الله للناس مثابة وجعله أمنا. لكن هذا لا يمنع إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا متعجبين جدا مما قام به النبي صلى الله عليه وسلم. أصل الصحابة كان عندهم يقين إنهم داخلين مكة. طبعا كان النبي قال لهم، شاف الرؤية إنهم هيدخلوا المسجد الحرام محلقين ومقصرين، فهم على يقين، ما كانش في دماغهم أبدا إنهم هيرجعوا تاني، والرؤية حق
وسيدخلون المسجد الحرام، لكن وقتها ما أنش، لم يأتي الوقت بعد. الصحابة ما كانتش عارفة كده، وبالتالي كان عندهم حالة من الغضب، لكن الله أنزل السكينة على قلوبه، وبخاصة اللي عمل حالة من غضب وضيق الصحابة الشديد، إن الصلح ده بيتضمن إنهم هيرجعوا هذا العام فلا يعتمروا. وقالوا له المعاهدة، قريش قالت للنبي عليه الصلاة والسلام في المعاهدة اللي تم توثيقها، قالوا له ترجع عنا عامك هذا، ده كان غرضهم، ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة، وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك إلى نهاية الشروط. حتى إن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بقى شاف الوثيقة دي والمعاهدة اللي بين قريش وبين سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، واللي كان بيكتبها سيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا عمر بن الخطاب وثب، مش عاجبه، فأتى أبا بكر وقال له: يا أبا بكر، أليس برسول الله؟ هو ده مش رسول الله؟ قال: بلى. قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ ليه نقبل بالشروط دي؟ ليه نقلل من نفسنا ونقبل بالشروط دي؟ فقال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إلزم غرزة، إلزم غرزة. يعني أمر سيدنا عمر بن الخطاب وقال له: استجب لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وراح قال له: فإني أشهد أنه رسول الله. فأجابه عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله. وردد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفس الكلام ده للنبي عليه الصلاة والسلام، نفس الكلام اللي قاله سيدنا أبو بكر قاله لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله، ولن أخالف أمره، ولن يضيعني. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عقد عند الحديبية بين المسلمين وقريش صلحا، الصلح والعهد. الصلح والعهد ده سمي في السيرة النبوية المطهرة بصلح الحديبية. لو نتذكر ده المكان اللي بركت عنده القصواء ناقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الصلح مع ما كان في ظاهره من إجحاف بالمسلمين إلا إنه كان مفتاح لفتح مكة المكرمة وما تلاها من انتصارات عظيمة للمسلمين بعد ذلك. حتى إن سيدنا أبي بكر الصديق قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ما كان فتح، ما كان فتح من فتح الحديبية، ولكن الناس يومئذ قصر رأيهم عما كان بين محمد صلى الله عليه وسلم وربه، والعباد يعجلون. فهذا أو هذه القصة وهذا النموذج اللي عرضت له سورة الحج من صد المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صد المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته عن دخولهم البيت الحرام والاعتمار، جرم عظيم وقعت
أو وقع فيه المشركون، وصدق الله العظيم، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. صدق الله العظيم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلنتوجه جميعا إلى الله بالدعاء، ولنخلص في دعائنا لمولانا في هذه الساعات والأيام الشريفة. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك، يا مولانا نصرا عزيزا، نسألك يا مولانا نصرا عزيزا، نسألك يا مولانا فتحا مبينا، نسألك يا مولانا فتحا مبينا، نسألك يا مولانا عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير، نسألك، يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. اللهم وفق الراعي وأصلح الرعية، اللهم وفق الراعي يا مولانا وأصلح الرعية، واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.